الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب الله من تمسك بكم، أمن الله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. هي المعالم أبلتها يد الغير وصارم الدهر لا ينفك دا أثري. يا سعد دع عنك دعوى الحب ناحية وخلي وسؤال الأرسم الدثري. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم إشراق ناصية الأكام بالزهور جار الزمان عليهم غير مكترث. وأي حر عليه الدار لم يجري وإن ينل منك مقدار فلا عجبا. هل ابن آدم إلا عربة خطر لبط الونين الصادق غمض العين وارتجت الفقد السماوي الأراضي وأهل المدينة عليه ضجت كل أهلها ذا يصبجي دودا
الجد الصباط وهل بيت الميامي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ليس منا من لم يتفقه في دينه إمامنا سلام الله عليه. طيبوا أفواهكم وعطروا أنفاسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. كل معلول يتبع علة، قاعدة عقلية منطقية واقعية، كل أثر يدل على أثره ويستوجب واقعه. حينما يؤمن الإنسان بشيء بعقيدة لا بد أن يتسم ذلك الاعتقاد وذلك الإيمان سلوكا وأثرا واقعيا، واقعا ترجماليا يترجم سلوك عملي وواقعي في حياته. المؤمن حينما يدين إلى الله بإيمانه ودينه لا بد أن يتجسد ذلك أثرا واقعيا في سلوكه، في كلامه، في عمله، في فعله، في قوله، في معاملته. ولذلك الدين المعامل، ما ديد الإخوة ممكن شوية الصوت إنعك شوية نرفع على الصوت إنعك بحضرك، يستتبع ذلك أثرا عمليا. فحينما تقول بنظرية معينة، أي نظرية؟ أنت تقول أن هذا الماء يتأثر وينفعل مع هذا الهواء، متى تصدق هذه النظرية؟ إذا جربت على أرض الواقع واقعا وتجربة عملية. الإيمان حينما يدين الإنسان بإيمانه، متى يثبت الإنسان إيمانه؟ إذا صدق ذلك تجربة واقعية. متى تعرف هذا الإنسان صدق مؤمن لو مو مؤمن؟ إذا شفت كلامه يدل على إيمانه، فعله يدل على إيمانه، كلامه يسابق إيمانه، إذن على إيمانه، أفعاله، تعامله ويا الناس، الدين، المعاملة. إمامنا الصادق صلوات الله عليه صاحب هذه الليلة من أقواله سلام الله عليه ليس منا، ليس منا من لم يتفقه في دينه. أنا أقول الجميل سيدي مولاي
انتسب إليك اسما ومنهجا وواقعا. احنا يسمون الجعفريين جعافر نسبة إلى الإمام. ليش الإمام نسبة إليه؟ لأنه عرفت المذاهب في عهد الإمام. ويا أخواني هم مذاهب أربعة: حنابلة وشوافع أخوان الناس ومالكية وحنبلية. لا، مالكية وحنبلية وشافعية ومالكية لا، وإنما مذاهب عديدة ما شاء الله، المعتزلة والمرجع والمذاهب الأخرى عرفت في عهد إمامنا الصادق صلى الله عليه. كان حراك الإمام حراكا عقائديا فكريا علميا أكثر من كونها حراكا سياسيا. قد تكون حركة الإمام لا تتسم بأي صفة سياسية، بل كانت صفة إيمانية عقائدية دينية. الإمام استطاع أن يرسخ مذهب التشيع، فكر التشيع، فكر أهل البيت، فكر الإسلام القويم والصحيح، هذا المنهج الإيماني الإلهي المتمثل في محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته العظام. هذا من جانب. بالجانب الثاني، الإمام اهتم اهتماما بالغا أن يكون شيعته أهل علم ودراية. ولذلك يقول الإمام: ليت السيارة على ظهور أصحابي كي يتفقهوا في دينهم. وحديث كثير للإمام: ليس منا من لم يتفقه في دينه. فقل لسيدي: أنا أتبعك وأؤمن بك وبإمامتك وأسير على سيرتك ونهجك. يقول لي الإمام: إذا أنت صدق وياي لابد أن يستتبع ذلك أثرا واقعيا، سلوكا عمليا، تجسيد حقيقي في سلوك المؤمن. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. الإمام الصدق حتى يقول: رحم الله جعفر بن محمد فلقد أذب شيعة. هذا من الناحية السلوكية الأخلاقية، من الناحية السلوكية الأخلاقية، من ناحية المعاملة، كلامه، لفظه، أخلاقه. إذا كلام جميل قال هذا شيعي، هذا جعفري. إذا إنسان أمين في المعاملة. أنا أذكر كان عندي عطل بالبيت في التلفزيون، يجي واحد من الأخوة الطيبين، أنا أقول أتعامل ويا جماعة قبل ما أتعامل مع ما عندي عداء ويا الأجنبي. لا، إحنا أهل خير إن شاء الله كما علمنا وربانا أئمتنا سلام الله عليه. لكن هذا وديرتي، هذا الحق لي حق بها، فيجي يشتغل بسيط. الله يذكره بالخير، التفت إلى موقف، اتصل فيه واحد قال لي: شنو شغلته؟ قال لي: شيء بسيط عندي ما يشتغل هذا الريسيفر. قال لي: عدل اتصل بي بكرة العصر. كفل التليفون، سكر التليفون، قال لي: بلا إذا تحصلني. عقب ما قفل التليفون أنا وراه ظهر أنا وياه، يقول لي: بالعيد تحصل. التفت لي أنا: فلان أبو فلان، ليش تعامل الناس بالشبيك؟ كان مش يسوي شغلة بسيطة يبغانا أطلع عليه بكرة من سترة تعالنا إليه لمكان شغلة بسيطة. يقول: جاي أنت عشان معزتك، لكن هو تعالنا إليه. يقول لي بصريح العبارة: كل ما أقدر، كل ما أقدر. أقول لي: أنا أجيب هذه الشغلة يمكن دينار دينار، لكن ما يصرفني أنا أطلع إليك. إذا تريدني أجيب 5 دنانير 6 دنانير اللي ناشي. يقبل ما يقبل، هذا حق من حقي، من حقك الإيجاب والسلب، القبول والرد، من حق نفس الشيء. لكن لا تعامل الناس بهالشكل. فأنا قلت: تعال شوف الأجانب، نعاملهم يفون بعهد يعني يلتزمون
وهذا شيعي مؤمن وما يلتزم، كل يوم يكذب على الناس وكل يوم. فلذلك الإيمان والاتباع سلوك لابد أن يتجسد ترجمانا حقيقيا واقعيا سلوكا عمليا. هذا من جهة، من جهة الأخلاقية. من الجهة المعرفية أيضا، الجهة المعرفية والثقافية، ليس منا من لم يتفقه في دينه. بعضنا كثير منا يتصور أن التفقه في الدين يعني إني أنا أعرف بعض المسائل الشرعية، لا أقل المهمة الأمور الابتدائية. لا، هذا جزء صحيح. التفقه في الدين مو بس المسائل الفقهية، الأمور العقائدية، الإيمان، عقيدتي. أنا أعرف ليش أنا أؤمن بالإيمان. لما يقول لي شو الدليل أن إمامك جعفر بن محمد معصوم، لا أقل أعرف حديث واحد، لا أقل دليل واحد، لا أقل آية واحدة أستدل بها، وهكذا. العقيدة تسابق الفقه، الفقه ما حب يجي يتحرش في مذهبه، لأن حتى الوهابيين يقولوا إحنا الشيعة نحترمهم فقهيا، حتى لو نختلف فقهياتهم لها أصول من القرآن. ومتهومتي حتى هذا عثمان الخميس، هذا المجرم، هذا الناصبي، يقول الشيعة موجود بصوت وصورة، أنا أحترمهم فقهيا، مذهبهم رائد. يقول مع اختلافنا وياه أنا تعليق عليهم في عقيدتهم، حرمهم علينا على العقيدة، على حرمنا وولائنا لأهل البيت وأموال سيئة. هناك عداء سياسي وتوظيف، أمريكا وغير أمريكا توظف هؤلاء الجهل لعداء الشيعة، لأنهم المذهب الحق القوي، المذهب القوي. اليوم اللي قاعد يجري في غزة، من أخواني أقبل إن شاء الله، أنا أعتذر، أكرر اعتذاري، تأخير هذه مقدار، وأيضا راح أراعي مسألة جانب الوقت. على كل حال هذا جانب، فهو تسير أناس عندهم عداء ضغائن وأحقاد مذهبية، وهذا أعتى من الأول، أعتى الأول، بس مصالحة تتعارض هي مصالح كل عادي. هؤلاء يعادون الشيعة لأنهم الشيعة بغضا وحقدا وأصل العزاء، مليارات الريالات تسير إلى لبنان والعراق وإلى سوريا وإلى باكستان، في بشاور ولاهور وكويت وغيرها مناطق وأفغانستان، لأجل قتل الشيعة وبغض الشيعة. وكتب وقنوات سيرت قبل أكثر من 20 سنة، خصصوا كثير من الإعلاميين للطعن في الشيعة. الإمام يقول اللي منا لابد أن يتفقه في دينه، هذه حصانة المذهب وقوة متانة المذهب الشيعي بثقافة أتباعه ومعتنقه. قوتهم شاب عمره 19 سنة مثقف، في عمره 14 سنة أقل مثقف، ثقافة تنحني لها هامات الرجال إجلالا، وتنحني لها هامات الأعداء خزيا وعارا. طول المثل في المؤمنين، أكو مذهب يا إخواني حورب كما هو مذهب جعفر بن محمد. أنا ما ودي أذكر السيرة كثير. الإمام قال إلى أبي حنيفة يا أبا حنيفة، وقال له أبو حنيفة، كل من عرف هذه القضايا، لكن جوانب العقائدية يجب أن نسلط الأضواء عليها أيضا. شوف اليوم ماكو مذهب حرب كما هو مذهب جعفر بن محمد. وربك بالمغرب قالوا مدرسة يسبون الصحابة ومنعوها وسكروها، بعدين منعوا كل المكاتب أن يباع ولا كتاب واحد شيعي. أزيد أخي المؤمن، مو كتاب شيعي، كتاب مؤلف شيعي لو يتكلم في أي جانب منه، لكن كتب الماركسية والماثمسونية وكتب الأقباط والمسيح النصارى اليهود الملحدين، أي دين ماكو مانع، حرية موجود، دعارة وعربة موجود، كل شيء إلا مذهب التشيع ممنوع.
في مصر. هذا الشيخ حسن شحاته الشهيد سجنوه 3 سنوات وغيره، ومرار تضيب وغيره في تونس، في المغرب، في نيجيريا، في كل مكان. وإذا تمدد شيعي لا قبال له، تمدد مو طبيعي في كل مكان. قرى في نيجيريا بأكملها تحولت إلى المذهب الشيعي. قوة شنو؟ معتنق بقوة معتنقي بالمذهب والفكر الشيعي، مذهب الإمام جعفر بن محمد، المذهب الجعفري. ولذلك شوف القرضاوي مثلا أخزاه الله، هذا المجرم وتعرف عداء أو بغضه اللي مشروع 20 بيت، ثارت ثائرته لابن عبد الرحمن تشيع. في إحدى المحاضرات إخواني يقولون في قناة بي بي سي وقناة الجزيرة كرر مثل الكلام، ليش أنتم تخافون من التشيع؟ ما شفناكم تخافون من دخول اليهود إلى مصر، موجودة سفارة. منتم خايفين من المسيح، منتم خايفين من الماركسية ولا الماسونية ولا الملحدين ولا البعثيين ولا ولا، ليش بس الشيعة؟ قال لأن الخطر الحقيقي على أهل السنة هم الشيعة، مثل ما وصفنا إحنا أهل البحرين، قال إحنا رهاب، إحنا طائفيين، وهو طائفي بحق وحقيقة. الشيعة عرفوا بطينة أئمتهم، شيعتنا خلقوا من فاطر طينة، يفرحون لفرحنا ويعزم طينة إيماني، ما عدنا عدائيا لأحد. الشاهد وين؟ قالوا ليش تخافون من الشيعة؟ قال الخطر الحقيقي هو التشيع. ليش؟ قال لأن كثير من بيوتنا السنية تحولت إلى المذهب الجعفري. قال للمذيع القناة بي بي سي، هم تكرر مثل ما يسوق هذا الكلام في قناته الجزيرة، طيب ليش السنة يتحولون للشيعة؟ ليش مو الشيعة يتأثرون بالسنة؟ انتون أغلبية خصوصا مصر، خصوصا في بلد مصري، وهذا ليه محاصرين؟ المذيع يقول الشيعة محاصرين، شيعة مقيدين. شوف جماعة بابين، شوف هذا كلام إمامك الصالح، قال لأن الشيعة مطعمين. اسمعوا يا شباب أحبتي، هذه الوجوه الطيبة، أبائي الكرام وإخواني الشباب، قال لأن الشيعة مطعمين، عندهم تطعيم فكري وعقائدي. إحنا أهل السنة ما عندنا هالتطعيم، أكثر المساجد أموال تدعمون، أنتم مليارات الدولارات والريالات تدعمكم، الأموال الخليجية وغيرها. كيف الشيعة يتأثرون أبناءكم؟ ابن عبد الرحمن تشيع وغيره، قال لأن الشيعة مطعمين. صالح درويش هذا اللي خلي المفتي في منطقة القطيف والإحسان منطقة الشرقية، هذا وهابي، في قناة وصال يقول مشكلة أن الشاب الشيعي مثقف. شوف احنا بمحضر إمامنا جعفر بن محمد مثقف، يقول طيلة السنة عندهم مآتم وبرامج، ولذلك تشوفه محصن فكري، عقيدة قوية وثقافة قوية، هذا موجود بالصوت والصورة، يعني مضمون كلامه موجود بالصوت والصورة أن الشيعة أقوياء. يقول السنة ما عندهم برامج هذه طيلة السنة، ولذلك أنا أقول للشباب إخواني احرصوا على حضور المآتم، حتى العوائد يا إخوان، أنت تدخل نصف ساعة خطير في عادة من العوائد، شم تستفيد؟ يقول بعض الناس الخطبة يكررون ويعيدون، العلم لما يتكرر يترسخ، بعدين الثواب ما ترومه وتصبو إليه من أجر وثواب وفضل وفضيلة ومنقبة وقربة عند محمد، والآن اشتد تحصل تجي تعزي الحسين، هذه نصرة لمشروع الحسين، نصرة لأهل البيت، نصرة إلى جعفر بن محمد. بعض العوائل أنا أستانس لما مأتم كهذا المأتم الشريف مأتم 12، حضور شبابي ملفت، آباءنا تأتي رأسنا، آباءنا الكرام، هذا لين بعضهم اللي علمونا ونقولنا على هذه الطريقة والمنهج
حب أهل البيت. لكن شباب في بعض القرى وبعض المآتم حتى مناسبات المعارضة شح وقل قليلا حضور شباب. ليش يا شباب؟ هل كده احنا مجبورين عن ديننا؟ الإمام أهم من المقاومة السياسية، يعني مقاومة فكرية وعقائدية. رسخ مجلس التشريع. أختم إخواني، هذا اللي إرادة الإمام. ليس منا من لم يتفقه في دين، في عقيدة، عقادة، في فقه أهل البيت. وهذا اللي صنع مدرسة أهل البيت، أن معتنقوا وأتباعوا هذا المذهب الشريف أقوياء في الفكر، في المطالعة. اليوم خلينا نقرأ، لكن عندنا واتساب، لا عندنا واتساب مسلم، نقرأ من أهل البيت، نبعث على أهل البيت، نحضر المآتم، ننتصر إلى مشروع جعفر بن محمد وأهل بيته الميامين الأبرار. وهذا الذي أراده الإمام. ولذلك اليوم مذهب الشيعة لما صار إعلام وتلفزيون وإذاعات صار انتشار رهيب. قبل ما أختم هذه نصف دقيقة، إحنا عندنا مضيفات وأجد شبابنا الله يجازيهم خير يطعمون الطعام على حب أهل البيت، الله يجازيهم خير، لكن ما يحتاج زيادة. 13 مضيف في قرية واحدة، 25 مضيف في قرية صغيرة، خلي مضيفين ثلاث أربعة من الخالد سووا شعارات عن الحجاب، عن الدين، عن أهل البيت بالشوارع. خلي إعلانات تضج بها شوارعنا، أحاديث الإيمان الصادق، أحاديث أهل البيت. اكتب اكتب مقال، خلي عندك باللغة جملة عن أهل البيت، حسين مني وأنا من حسين، بكل اللغة. وزعها بالزنامة في أوروبا، أجانب غرب، بالأردو، بالإنجليزية، بأي لغة أقدر أوصل رسالة أهل البيت، انشر فكر أهل البيت. لا نصير بس في جانب واحد أكل وطعام، وواحد ما يدري يروح الماتم ياخذ يا طعام يودي البيت أول لو يمشي ورجله شكل وهكذا. ولذلك شو اللي يخليهم يحقدون على الإمام؟ الإمام في فترة عصيبة عصر سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، والله ما فعلت بنو أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباسية. ضغط الإمام اهتم بالجانب الفكري، الفكري مقاومة عقائدية، مقاومة فكرية. كما ديت كبعض الجوانب ذيك المقام، تفقهوا في دينكم كما أوصى الإمام، ليت الصياغ على قول شيعتنا كي يتفقهوا في دينهم. هذا اللي خلى المنصوص التوانيق، هذا الناصب الحاقد على مشروع الإمام أن يدس السم إلى الإمام. ليه؟ لأنه وجد الإمام مشروعا إماميا فكريا اتساعيا يكبر ويتعاظم حبه ودوره ووجوده، ولذلك عمله. وإن ترى الإمام ما سمي إخواني وأخواتي إن كنا موجودات، ما دس الإمام مرة في ربيع القلوب، في كتاب ربيع القلوب يقول دس إلى الإمام مرارا دس إليه السم. أرادوا التخلص من الإمام، لكن كل مرة كان جسد الإمام يتحمل السم. ليش؟ لأنهم أرادوا أن يغيبوا مرجعية الإمام، دور الإمام، قوة الإمام، وأيضا من الأدوار المهمة الاتحاد. يا إخواني نختلف في فكرة، في موقف سياسي، موقف اجتماعي، ما يخالف بعضنا بأريحية وطيبة وأخلاق، ما يخالف، لكن لن نتقاتل، لن نتحارب، لن نتباغض، كلنا صف واحد ومشروع واحد خلف أئمتنا، خلف مراجعنا، خلف قادتنا، مراجعنا. وهكذا الإمام يدس إليه السم
حتى يغير دوره الذي يتعاضى وحبه الذي يكبر شيء فشيء في قلوب الناس فتس إليه السوس نعم الله عليه مرارا كأني بالإمام وهو على فراش المرض يتقلب يمينا وشمالا من حرارة ذلك السوم نعم عظم الله أجورنا وأجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء شيع موالين كأني بالإمام على فراش المرض يتأوه من حرارة ذلك السوم إلى أن عهد بعهده إلى ابنه الكاذب عظم الله لأجورنا وأجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه قرأ شيئا من القرآن ثم أطبق أفاه وغمض عينيه وأسفل يديه وفاضت روح الإمام أين المنادي وإمامه رحم الله من نادى وصادقه ومصيبته والجعفر الصادق على فراش المنية ولا تهد الطرق لكنها خفية من حولها ولادته سبيل حرم الراس فاق
يا الله إلهي بجعفر بن محمد. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، اشف مرضانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى المؤسسين، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على